جبني فكره شباب. شنو؟ ايش هي؟ تعال نلعب لعبه الكف. ايش هي لعبه الكف؟ نبرق اربعتنا هيك ماشي. نبرق اربعتنا هيك بتحمل مثلا بتحمل الكف اكثر واحد يضرب بعض، كل واحد يضرب الثاني كف، نضرب هيك مثل دايره كويس، كل واحد بيضرب الثاني كف، بضرب الثاني كف، اللي ما بتحمل بيطلع لبرا بخسر. ايه بيطلع لبرا بخسر. اطلع لحاله بس تحمل كف هيدا ما حدا يزعل. لا انا موافق. يلا ابو عزيز انت بتعمل ركولين؟ لا تعال كيفك بتحمل عشان ما اضربك ما بسخف فيك. تعال انت لو شعر شعر اضربك فوق للصبح. تعال قوم ركولين. ايوه بس لا تضربني قوي. اه لو ضربني قوي بدي اقلب عليك. خلي هيك شباب ويضرب يضرب ويضرب تمام. قلب هيك شوي ترجع هيك شوي 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 تمام. يلا هيك تمام بعد رجع بس لا 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 يا اخويا لا يا اخويا